هاي أنجلا كيفك؟ ما بدنا نعبر له، ما بدنا نكشف حالنا قدامه. الوقت كتير شغلة مهمة، مش كل الوقت شغل. لأن دايما الإنسان ضعيف بحاجة لحدا كمان يكون حده. بكفي شوف أنا مرتي وابني مبسوطين وهي السعادة كلها بعيني. إيه ميرسي على هالمواضيع الحلوة اللي بتخلي الإنسان يضل يفكر كل يوم بيومه بأشياء ما عم يعطيها وقت. يمكن أول ما بيولد الإنسان ببلش يكتسب السعادة من محيطه. والله البكي الفراق أنا بحس أكتر شيء إنه هيدا هو بيوجع. لازم نحن نعمل مجهود نفتش عن السعادة ونلاقيها بداخلنا. لما تنتهي العلاقة بين شخص والتاني أكيد بيبقى في نتفة مشاعر واحترام. وعود الحب كتير يا أنجلا، بدك الواحد يلاقي الصادق بهالزمن. ترك مرته وسافر لبرا كرمال وحدة ورجعت عطته شانس تاني. بفكروا إن الحياة جاية مرتين، مرة أول فترة للشغل وتاني فترة للرياحة. مساج عتب، مساج زعلانين كذا، شو ما كان يعني، بس إنه بتوصل المساج. لأنه لما نحكي مش لنحكي، لما نحكي الكل بيسمع.